بحال البوندونتيف 52000 يعني 2600 درهم، وبالنسبه للبوندونتيف الثمن ديال البوندونتيف الاخوات يعني بوندونتيف بوحدو دير محمد حسين دير بالنسبه للاخوات كاين هاد السلسله هادي ب 2600 درهم وقسمها ب 4900 2600 يعني بالنسبه للاخوات هادي غزاله هاد السلسله شوبار الصح والعمل يعني هادي تنقول لكم انا خذوها بتغمض العينين يعني شي حاجه اللي صحيحه وبالنسبه للبوندونتيف ديالها 2300 درهم 46000 ريال يعني الصح والعمل وغزال بوندونتيف راه قول شحال سنتيم فيه باش تعرف في جوج سنتيم اونس جوج سنتيم اونس في البوندونتيف اللي بغاتو هي السلسله غتقام على 4900 درهم فقط الاخوات 98000 ريال وكاين هذا الموديل اللي زويون في لي باك حاول ندوز لي باك كلهم باش كلشي يستفد كاين هذا الباك هذا رائع وزويون شحال فيها من غرام شتي انا نحاول ندوز معايا في الخاص ونقول لك الغرامات ديالها حيت دابا حاول تعطيني ما كاين واحد لو بغيتو اي حاجه الاخوات حاولوا توصل معايا في واتساب ان شاء الله نقول لكم الثمن تاع كل ارتيكل الثمن ديال الباك هذا 3700 درهم الاخوات 74000 ريال 74000 ريال الباك غزال هذا 74000 ريال شي حاجه يا سلام يعني شي حاجه غزاله ورائعه 74000 ريال يعني شي حاجه غزاله نشوف كيف انا واحد شوف ديالها 74000 ريال نشوف 74000 ريال اخوات هذا الباك هذا اللي باطو تسكريني ب 74000 ريال 3700 درهم 370 اورو وباقي لنا واحد الموديل فان كليف اللي غزال هذا كبر من هذاك اللي وريتكم قبيله هذا موديل اللي كبير الاخر الثمن ديالو 4000 الباك والكورميطه ديالو 4500 درهم فقط هانتوما الاخوات 4500 درهم 4500 درهم 90000 ريال فقط فان كليف غزال ورائع ب 90000 ريال يعني دابا الطوندونس هو الفان كليف يعني شي حاجه غزاله رجعوا لي يعني شي حاجه اللي طوندونس وحاجه غزاله يعني ب 1000 90000 ريال 4500 درهم سلسله غورميت وخاتم ديالها غورميت والخاتم ديالها شي حاجه اللي غزاله خويا باش بشحال لويز اختي دابا لويز القديم داير 2200 درهم لويز القديم يعني الا بغيتي الجديد راه 18 كاره تكون دايره رخيص يعني 900 درهم 1000 درهم 1100 درهم حتى 1200 على حسب الغولد ديالو على حسب الثقل اخوات 4500 درهم 90000 ريال اللي بغي يستافد الاخوات من هاد البروموسيون هاد العروض هادو يحاول يتواصل معايا في واتساب وان شاء الله راه تواصلوا معاه واحد الكورميطه يا سلام سيدي غزاله 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 الكورميطه هادي اخوات يعني شوفوا هاد الكورميطه 11000 درهم فقط تاع الاخوات 11000 درهم يعني شو تبارك الله كي تتبان مليون و 20000 ريال مليون و 20000 ريال اخوات شو تبارك الله كيفاش دايره الناس تيقول لك بلا دير الثقيله الثقيله الاخوات ها بغيتو الثقيل وبغيت شي حاجه عمويه ها الثقل ها الغزاله وشي حاجه يا سلام كاين هادي حتى هي كورميطه رقيقه يعني عليها يعني هادي دايره اخوات 11000 درهم هادي تاع السيد دي اللي تيبغي شي حاجه عمويه شي حاجه مزيانه يعني هادي ب 11000 درهم فين كاينين حنا اخوات تواجدوا في مدينه مراكش قصريه الصفاء المسيره واحد الاحباس تنديروا التوصيل لجميع مدن المغرب بالمجان شي نوع من التخوات تاع قول ما التخوات ديالنا نوري لك اختي كاين جيب قاعد جي حجر قاعد الثمن ديال هاد الاخوات كاين هاد الكورميطه هادي أربعة آلاف وتسعمية درهم هادي الأخوات أربعة آلاف وتسعمية درهم هاد الكورميطة هادي أربعة آلاف وتسعمية درهم يعني كاينة هادي السيت دي دايرة 11000 درهم فقط 11000 درهم يعني كاينة هادي 11000 درهم وهادي 4900 درهم 4900 درهم 11000 درهم المهم اللي بغا سكرين أي حاجة بغاها بري أونسومبل 3 دي البري أونسومبل 3 دي أختي كاين عندنا بري كاين عندنا واحد أونسومبل 3 دي غنحاول نوريه لك دابا
انا نقول محمد دابا يديروا ليا وغادي نوري لكم. اخوات كاين الكولي هذا الثمن ديالو 7200 درهم. الناس اللي مقبلين الزواج مناسبات اللي بغاو المارياج شي سولي لي قبيله ممكن هذه تديروه في الدفوع تديروه في التعارف يعني تيجيو غزال ورائع. الثمن ديالو 7200 درهم يعني 144 الف ريال 7200 درهم 720 اورو الاخوات يعني رائع اللي بغيتو اخوات سكريني. اخوات اشنو بغيتو تشوفوا اخر وحنا معكم شحال داير الجرام اختي داير 440 درهم الجرام يعني بقاو عندنا موديلات تاع الخوات باقي عندنا هذا تاع هذا رائع تاع الخاتم تاع الكارت يكون صحيح. هادو الاخوات الكارتي راه كاين تبارك الله ما يتشاف. هادو مال الكارتي يعني لك اختي اللي بغيت شي حاجه اما ها انتم اللي بغيتو لما شي حاجه بالحجر شي حاجه بالحجر اي تيبقى الاختلاف فيه في الجرامات وتقول يعني تنحاول ما ندوزهمش لان كل واحد اختلاف الدوره ديالو كل واحد والدوره ديال يديه. نعاود نعطيكم هذا البري ديالو هذا عريض هذا العريض هذا نعطيكم الثمن ديالو ودوره صغيره هذا راه تقريبا شحال فيه باش يقول شحال يعني راه حتى الكلو كاينين كاينين لي كلو كاينين فان كليف كاين كاختي هذا 5.5 الاخوات 5.5 حتى الميستيكا كاينين اخوات نحاول ندوز لكم الميستيكا والكلو كاختي باش تشوفوه والفان كليف حتى هو راه كاين ولكن عندي شي حاجه تبارك الله ثقيله يعني هذا ب 5000 6400 درهم ولكن الراس صح والعمل يعني لبسي وشقاي وتفكريني. الثمن ديال هذا الاخوات 6400 درهم 128 الف ريال ونحاول نوريكم يعني لي كلو الكلو العماوي يعني نحاول نوريكم شي حاجه اللي عماويه دابا هانتوما الفاكهه 5.5 هانتوما الاخوات يعني الكلو شوف تبارك الله كيجيبها هذا الكلو هذا راه ما تلقايش يعني بلاصه اخرى في هذا الغلد هذا وفي هذا الصح وفي هذا الشيء وشوفوا الميستيكا كي دايره فانكلي فانكلي الميستيكا هذا في ميستيكا والكارتي والكلو باش كيفاش دايرين 5.5 يعني رائعين الاخوات تيبقاو في اختلاف في الجرامات وفي الثقل وفي الدوره يعني الاختلاف تيبقى على القياسات يعني هذا دوره كبيره هذا تاع الميستيكا يعني هذا 6 سنتيم فيفت الثمن ديالو 7800 درهم هذا الاخوات ولكن راه غزال شفت تبارك الله كيبان يعني يا سلام يعني شي حاجه والدوره 6 يعني قياس 6 راه فيه كاع لي طاي عندي من 5.5 حتى 6 يعني كاع لي طاي كاينين فيهم ها انتم كاع لي طاي الاخوات يعني باش تعرفوا شنو كاين يعني راه كاين كاع لي طاي فيهم ها انتم يعني كاين 6 كاين قياس 6 5.5 كاين كاع لي طاي كاينين اللي بغات اي حاجه يحاول يتواصل على الواتساب وان شاء الله نصيفطوا ليها والفان كليف كاين حتى هو كاين اللي فيه الحجر وكاين اللي ما فيهش الحجر ها هو سوي لي فان كليف الاخوات الناس اللي بغاو الفان كليف في الحجر هذا بالحجر وهذا بالحجر تيبقى اختلاف يعني في لاطاي وفي الدوره وفي القياس انا نشكل لكم ندير لكم التشكيله وتشوفوها كيفاش دايره يعني تكري تلبس الفان كليف والكلو والكارتي والميستيكا ميستيكا بلي هانتوما الاخوات واحد التشكيله اللي غزاله ورائعه شوف كيفاش هتجي تجي يا سلام حاولت لكم هكا باش تبان لكم يعني تشكيله غزاله يعني تشوف لي هادو يا سلام يعني لابساهم بربعه غزالين ورائعين يعني الاخوات اللي بغاتهم تسكرينهم وقولها الثمن على حسب لاطاي ديال يديها وعلى حسب على حسب الشكل على حسب الموديل يعني كل حاجه والثمن ديالها يعني فان كليف كاين الفان كليف هو هذا وكاين هذا كلو وكاين هذا كارتي بالحجر فيه حجيره وكارتي وكاين هذا ميستيكا اللي فيها هاد الحجيرات هادو تيتحركوا هادو يعني غزالين هادو الاخوات حاولت ندير لكم واحد المحل البراسليات لان كاين موديلات كثار كاين الشكلات هادو كاين مشاربي كاين فيهم موديلات كثار. الثمن ديال هاد الاخوات 5100 درهم فقط يعني 100 و 2000 ريال يعني 100 و 2000 ريال يعني 5100 درهم 5100 درهم شي حاجه غزاله ثمن قشور الحوت اخوات عرض حصري عند يعني قشور الحوت اخوات اللي سولوا عليه حاولوا تسكرينيو 3000 درهم فقط الاخوات بلا غورميت يعني بلا غورميت الاخوات باش ما تقوليش لي راه قلت لكم الغورميت يعني بلا غورميت 3000 درهم 60000 ريال في العلاقه والسلسله والحلقات والخاتم ديالو ب 60000 ريال والغورميت يعني الا بغى الغورميت غتلقى معايا الغورميت بوحدها ب 1350 درهم فقط 27000 ريال 27 فريال شي حاجه اللي غزاله ورائعه الاخوات مجموع 4
اللي بغاو الصوبر كله انا حاول نقول لكم الثمن ديالو 3000 درهم ب 1000 350 يعني بالنسبه الاخوات اللي بغيتو الصوبر كامل ب 4350 درهم غزال هذا الصوبر بالغورميت بالسلسله بالعلاقه بالحلقات بالخاتم يعني ب 4350 درهم يعني راه غزال الاخوات يعني استاهلوا الاخوات بهذا الثمن هذا وانا حاولت نقص لكم فيه باش كلشي يلبس وكلشي يستافد من هذا العروض هذو الاثمنه زوينين واش جبتي سلاسل في اختي غدا ان شاء الله يكونوا مع الصباح ان شاء الله يعني الكوموند راه السلعه غاجيبها لي ستيل غدا ان شاء الله في الصباح يعني البارح ما لقيتوش موجوده ليا قال لي غنجيبها لك انا بيديا يعني غادي يجيبها لي ان شاء الله